مقبرة سيدي عثمان من أقدم المقابر على صعيد هذه العمالة، هذه تتعيش واحد الوضعية كارثية تثير السيئة العديد من المواطنين. الوضعية الكارثية لهذه المقبرة هذه تتطلب حل مستعجل وتنفيذ المقررات البلدية اللي اتخذت في هذا الإطار هذا. في البدايه لابد من نركزوا على واحد النقطه اساسيه، ان كان واحد المعاناه حقيقيه ديال الساكنه ديال سيدي عثمان مع هاد الازبال اللي كتشوفوا على عينيكم، ومع هاد المنظر اللي يشرف اي مقبره كانت. علاش حنا المقابر ديال النصارى وديال اليهود كتكون نقيه، وهاد المقبره ديال سيدي عثمان اللي هي تقريبا العمر ديالها 80 عام واللي سبق المجلس الجماعي ديال سيدي عثمان ملي كان في النظام السابق، ملي كانت في اطار الجامعات الحضاريه سبق خرج مقرر، الان ثاني مجلس مدينه مع المقاطعه خرجات مقرر على اساس انه تم الازاله ديال هاد الرفات ديال هاد المقبره، وتم الموافقه من طرف وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. الا اننا كنشوفوا دائما نفس المشكل ونفس المعاناه اللي كيعانيوا هاد الساكنه، بالحق لدرجه ان هاد المنطقه دابا اصبحت واحد البؤره، البؤره ديال الازبال اللي ما عنده حتى شي حاجه فين يلوحها كيجي يلوحها هنا. وفي نهاية احترام الأموات ديال المسلمين فين هو؟ لهذا كنطالبهم كمجتمع مدني أنه المسؤولين ديالنا ديال وزارة الأوقاف وكذلك المقاطعة الجماعية والإخوان ديالنا من نيابة عامة، لأن تيكتب بعد الملف لأن كان النقل ديال الرفات ولا آخر المقابر جديدة، كيخص تعجيل بهذه المسائل، لأنه كاين الحمد لله الموافقة من طرف وزارة الأوقاف على أساس أن هذه المقبرة كلها غتعود حتى هي مرفق تابع للمسجد، بحيث انه غادي دار فيه حدائق اللي غتكون واحد المتنفس لهاد الساكنه ديال سيدي عثمان. هي مناسبه باش نطلبوا من هاد الناس اللي كيجيو من مناطق اخرى وكيلوحوا الزبل لهاد الناس المساكين اللي كلهم كيتشكاو هاد الساكنه كلها عايشه واحد المعاناه حقيقيه، لا مع المتسكعين الحمد لله اللي بعدا مره كيدوزوا الناس ديال الامن وكيقوموا بحملات امنيه وكيلقوا القبض على بعض الناس اللي هما هاربين من العداله والى اخره، ولا بعض النساء اللي ما عندهمش ضمير اللي كيعملوا هنا الشعوذه. فحرام ثم حرام اننا نبقاو مازال نشوفوا هذا الشيء ونبقاو ساكتين. لهذا كنطالبوا من المسؤولين التعجيل بنقل رفات هاد الاموات ديالنا المسلمين مساكن، الله ينزل عليهم الرحمه والمغفره، باش ان شاء الله يمشيوا المقابر جديده. اولا المقبره ديال سيدي عثمان هي استثناء، هي واحد المقبره اللي اكثر من 60 عام ما بقاش فيها الدفن، واللي المجالس السابقه دارت ملتمسات اكثر من 8 ديال الملتمسات اللي رفعتهم الجهات المختصه من اجل اعاده الاعتبار للمقبره، احدثت لجنه للتتبع ديال هذه المقبره، وقفت على ان المعالم ديال القبور مبقاش، وقفت على ان الوضعيه ديالها كيف قلتي كارثيه، كتجمع المتسكعين كتجمع اللصوص كتجمع كل لا 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 الوصف الذي لا يليق بمقبره ديال المسلمين. فهذا الاطار هذا هذيك اللجنه ديال التتبع اللي عندنا فيها المندوبيه الاوقاف، فيها نظاره الاوقاف، فيها المجلس العلمي، فيها وكيل الملك، فيها جماعه الدار البيضاء، فيها عماله مليرشيد، فيها المقاطعه، فيها الملحقه الاداريه، تقريبا واحد 15 ولا 16 هيئه كانت كتجتمع من اجل هذه المقبره، وكانوا كيخرجوا لعين المكان وكيصوروا، وكان جانا الرفض من المجلس على الافتاء، كيقول لك ان المقبره وقف ولا يمكن تغيير الوقف. بعد ذلك عقبنا على هذاك الجواب ديالهم وقلنا لهم هذا ما بقاش فيها المعالم ديال المقبره، ما بقى فيها، وطلبنا منهم يديروا زياره، وساعدنا في ذلك المجلس العلمي كثيرا. الا ان النضاره ديال الاوقاف كان عندها دائما راي اخر، كتقول لك لا يمكن نحيدوا هذوك الرفات، لان كانت مقاطعه سيدي عثمان تحملات العبء ديال هذوك الرفات والنقل ديالهم، لا يمكن بدا اي شغل من الاشغال داخل المقبره الا بعد تسجيل وتحفيظ المقبره في الاسم ديالهم. بينما ان المجلس العلمي وبينما ان السيد العامل والمقاطعه كيقولوا على ان المقبره وقف
شكون غادي يجي دابا يبني فيها مسجد سيدي عثمان من اقدم المساجد على مستوى عمالتي بالمسيك وسيدي عثمان. هذا المسجد تيعرف حاليا عمليه اعاده الهيكله وهي العمليه اللي تاخرت بشكل كبير، والامر اللي تيثير واحد بعض المواطنين في عماله سيدي عثمان اللي تيطالبوا بالتعجيل في اعاده فتح هذا المسجد لانه يستقبل العشرات من المصلين في هذه المنطقه. هي مبادرة طيبة قامت بها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بحكم أنه هذا المسجد ما يعتبر من أقدم المساجد في الدار البيضاء، ومن ضمن المساجد اللي كان عمل لهم الحجر الأساسي ديالهم المغفور له محمد الخامس، واللي تم تدشينهم كذلك من طرف الحسن الثاني رحمه الله له هو ولا المسجد ديال الحي المحمدي ولا المسجد ديال الحبوس. هي مناسبة باش نشكروا وزارة الأوقاف على المبادرة الطيبة ديال إعادة الهيكلة ديال المسجد، ولكن وقع واحد التأخير كبير للناس مساكن دابا الان ما كيلقاو مشكل في الصالات في سيدي عثمان، لان عندنا هذه الطاقه الاستيعابيه ديال هذا المسجد الحمد لله كبير هذا المسجد، وبالتالي كيحمل واحد العدد كبير ديال المصلين سيما ايام الجمعه. دابا الان ها هو مغلق من اجل الاصلاح، هذا الاصلاح ديال الاصلاحات ديالو تعطلت، واللي كنتمناو ان المسؤولين يعجلوا بهذا الاصلاح ديالو في اقرب وقت ممكن، وكذلك يكون عندنا واحد الملفت ديال الهواء. كاين عندنا هنا شراجم صغار محبذا لو ان هاد المسؤولين على هاد اللي كيشرفوا على هاد الاصلاحات انهم يوسعوا هذوك النوافذ باش يمكن هاد الموصلين والرواد ديال المسجد يلقاو راحتهم ملي كيكون الصاد، وملي كيكون واحد 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 الاكتظاظ كبير كيكون الصاد، وبالتالي كيخص ضروري انه يكونوا واحد الهواء يمكن له يتسرب لهاد الناس ويكونوا يصليوا في احسن الظروف. بعد ما وصل المسجد لواحد الوضعيه كارثيه طبعا، وتعبئات الجهود ديال جهات عديده، المجتمع المدني، مقاطعه سيدي عثمان، السلطات المحليه، اللجان، مما تبين طبعا الوزاره على ان هذا المسجد خصو يدخل في البرمجه ديال المساجد اللي كتصلح. وطبعا وفدت الوزاره مكتب ديال الدراسات اللي دار واحد الدراسات عميقه وشامله للمسجد، وتعطات الاصلاحات ديالو اللي تقريبا غيرت الوجه ديالو شبه جذريا من الداخل. كانت اشغال كبرى ماشي غير اصلاحات صافي، كانت اشغال كبرى داخل هاد المعلمه التاريخيه، لانه من المساجد القدامى في الدار البيضاء، من المساجد القدامى اللي فتحوه محمد الخامس. ايوا طبعا كتعرف لما كتنتهي الاشغال كيخص الشركه اللي طاحت عليها الصفقه تقدم طلب ديال التسليم ديالو للجهه المختصه اللي هي الوزاره. الوزاره طبعا كدير لجنه تقنيه باش تشوف موافقه الاشغال اللي دارت مع الصفقه، وبالتالي كيعطي السيد الوزير شخصيا الامر بفتح المسجد واعاده الصلاه فيه.